أعزائي المشاهدين، برحب بكم أجمل ترحيب منواصل حديثنا ودراستنا تعليم يسوع المسيح بعظته الشهيرة على الجبل. إحنا بنفس المنطقة وإحنا في بلدة اللي بتسمى في الكتاب كفر نحوم، اللي تعتبر وطن المسيح الثاني، وأنا موجود في مجمع اليهود قديماً. هذا المجمع من القرن الخامس ميلادي، مبني على المجمع القديم الأصلي اللي حجارته من الحجارة البازلتية. أنا بدعوكم معي حتى تشاهدوا هذه الحلقة ونتعلم من الدراسة ولاسيما من كلمات المسيح في عظته على الجبل. رح أتكلم اليوم عن موضوع طوبى للودعاء. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. كلمات جميلة جدا. أحبائي، الوداعة هي نقيض للبر الذاتي، إنه الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن، إنها بركة داخلية. هي الوداعة، الوداعة هي القوة تحت السيطرة. اليونانيون قديما نفس الكلمة استخدمت لوصف طبعا حصان مروض، فالوديع هو المفترس اللي صار أليف، أو المتوحش اللي استأنسوا. وطبعا منشوف هاي الصورة عن شاول الطرسوسي، مكتوب عنه كان شاول ينفث تهددا وقتلا، يعني كان النفس تبعه فيه تهديد وقتل، بعبر عن طبعه الغير مروض. لكن عندما اختبر يسوع المسيح تغيرت حياته إلى الوداعة وإلى التواضع أيضا. فالوداعة ليست ضعفا، فمثلا موسى كان وديع والمسيح كان وديع. طبعا لما نتكلم عن الموسى أو المسيح، اثنين وصفوا بالوداعة. فمثلا موسى دعاه الله فشعر بعدم استحقاقه. أيضا مكتوب عن موسى في حادثة لما أخوه هارون ومريم اتذمروا عليه والرب ضرب مريم في البرص. مع كل هذا كان بيصلي بيتوسل إلى الله إنه يشفي أخته مريم. فالكتاب يقول عن موسى: أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وهكذا يسوع المسيح، قوله الشهير في هذه المنطقة، في منطقة كفر نحوم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. فإذا منشوف إنه الوداعة هي تحت السيطرة، نوع من ضبط النفس، وهي تعبير عن القوة الداخلية في حياة الإنسان. النبوة التي قيلت عن يسوع المسيح في زكريا 9:9 اللي بتستخدم كثيرا في أحد الشعانين عن يسوع: وديع ومتواضع، لما دخل طبعا أورشليم. شيء آخر، الوديع هو الشخص القابل للتعلم، يفتح قلبه ويفتح عقله، اللي بيكون عاوز يتعلم، وهذا بيدل على التواضع وحب التعلم في داخل هذا الإنسان. يعني أكثر مثل بحبه في الكتاب المقدس عن القديسة المطوبة مريم العذراء، مكتوبة عنها: كانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. فكانت تسمع وتفكر بعمق وتهضم هذا الكلام في داخلها.
فإذن الوديع هو الذي يسلم للرب طريقه بكل وداعة ولطف كما يقول الكتاب المقدس. الوديع هو الشخص بتصف النعمة في القلب، الشخص الوديع اللي فيه نعمة في حياته، في لمسة خاصة، في محبة خاصة، في لطف، في ضبط نفس، في تحكم، سيطرة مش عن ضعف لكن بقوة، بيسمع الإساءة لكن ما بيتحركش لهذه الإساءة لأنه مليان شبعان بحضور الرب في حياته. فالشخص الوديع فعلا هو الشخص المليان بحضور الله، ينظر للأمور مش بشكل عشوائي ولا بشكل متطرف ولا متسرع إلى الغضب ولا متسرع إلى النفور، لكن تتكلم عن صبر داخلي، عن احتمال داخلي، عن ضبط نفس داخلي، كله حاططها تحت السيطرة under control، وبيعكس فيها صورة روحية عميقة اللي بتظهر للناس. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. That impresses me most about the Sermon on the Mount is something that I've only come to grips with recently, which is that it really is written for me. Do I mourn? Well, I'm blessed that I haven't had a lot of tragic experiences in my life, but I have experienced mourning. And now I know that that promise that I will be comforted is for me in this day, in this age, not some heavenly reward, but now. Can I be a peacemaker? You know, the two Beatitudes about making peace and being persecuted, they go back to back, because this, the phrase to make peace means to be, from Hebrew, would mean to be a person who runs after peace, pursue peace. But the word to persecute is from the very same root in Hebrew, radaf. To be persecuted is to be pursued. So you pursue peace, and as a result, you may be pursued. And the people who make peace often suffer for it. These things are for us today, and they're a calling and a comfort and a way of life. And what is really important is that it's not about fame and it's not about glory. It's about an inner quality of our relationship with God and with each other, and that we can do it because it's the right thing to do, and we don't have to be rewarded for it by other people, but God is keeping track. He knows every hair on our heads. He's watching over it all, and the reward will be from Him. أعزائي، منواصل تعليمنا من مجمع كفر نحوم عن كلمات يسوع المسيح عندما قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. فصفة الوداعة هي صفة يسوع المسيح، وكلما اختبرنا يسوع وكلما كنا في محضر المسيح نتشبه بالمسيح، بيكون عندنا القابلية للتعلم والتدرب والتقدم اليومي في معرفة المسيح. مكتوب يدرب الودعاء في الحق، يعلم الودعاء طرقه لأنه طبعا قابل للتعلم. الودعاء يتمتعون بحضور الرب، بيتمتعوا بالرضا الإلهي. طوبى للودعاء مكتوب لأنهم يرثون الأرض. أي أرض طبعا؟ يعني بما معنى يتمتعون بكل البركات، لأن الوديع هو الشخص اللي تحرر من روح الطمع، أصلا ما بفكرش في الأرض ولا في الأمور اللي بيطمع فيها من شهوات العالم أو شهوات الجسد، لكن شبعان مليان بالرب، فبيتمتع بالبركات لأنه تحرر من روح الطمع أصلا. عندهم قناعة،
يرث الأرض الروحية، وهذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هذه هي الأرض الجديدة التي يسكنها البر. فالوداعة أحبائي تحمل في معانيها ليس الحلم فقط، اللي هو الصبر العميق والكنترول، ضبط النفس وإنك تحط نفسك تحت السيطرة وإنك تكون قابل للتعلم، لكن تحمل في معانيها كمان التواضع واللطف. والكلمة كمان بتعني النبالي، الشخص بيكون نبيل، الكرامي، الشهامة. وهي طبعا صفة الأقوياء وأنيس الضعفاء، يعني الضعيف اللي عنده الحلم هو أقوى من أي شخص يعني مش مالك روحه ومش عم بيتحكم في نفسه. الودعاء أحبائي يعني المؤمن المسيحي سيرث كل شيء، لأنه إحنا مكتوب عنا لأننا ورثة المسيح، نرث الأرض الجديدة والسماء الجديدة طبعا اللي بيسكنها البر، وسنملك مع المسيح إلى أبد الآبدين. الوديع كمان هو الذي يراعي شعور الآخرين، بيهتم بإحساس الآخرين، مش عم بهمش ولا بهشم، مش عم بجرح ولا بشوه، مش عم بقبح، دايما بشوف الصورة الحلوة، بشوف الصورة الجميلة. فالشخص الوديع اللي عنده بساطة قلب، عنده نية صادقة وقلب نقي وطاهر من جوا، بيحمل فيها صفات اللطف والأحشاء والرأفات في داخله، لأنه خلاص عنده تحكم والروح القدس عم بيعطيه الثمر وبيعمل فيه، بجمله، بهذبه وبقدسه، حتى يكون أكثر مشابه صورة يسوع المسيح. بيضبط نفسه، بيتحكم في عواطفه، وأكيد سيحصل على بركات وفيرة. فسؤالي في الختام، هل تحتاج أن تروض نفسك من الأطباع الشرسة لتصبح أليفاً؟ أنا بتكلم طبعاً من ناحية روحية، تصبح أليفاً، وديعاً، حليماً، لطيفاً، متواضعاً. هذا يتطلب عمل الروح القدس في داخلك. تعرفوا أحبائي، أصعب شيء أن الإنسان يكون عايش مع شخص قاسي، ما عندوش محبة، متعجرف، متكبر، متغطرس. لكن لما بتيجي نعمة المسيح في القلب بتغير الحياة والكيان، فبنتشبه بصورة يسوع المسيح اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. أحبائي، أنا بصلي إنه الله بالروح القدس يبتدي يتعامل ويتفاعل في داخلنا حتى نحصل على هذه الصفة اللي في هذه الأيام أصبحت عملة نادرة، لأن كل واحد بحب فزلكة الكلام، بحب يبين إنه شخصاً ما، بحب يبين إنه ذكي ولا عنده معرفة، إنه بتروحش عليه رايحة. لكن الحكيم اللي بيدرك وبيعرف، لكن كل شيء تحت التحكم، تحت السيطرة. الرب يعطينا هذه النعمة اليوم، بصليها من مجمع كفر نحوم لكل واحد في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. أهلاً أعزائي المشاهدين، في الختام دعني أكرر قول المسيح مرة أخرى. قال يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. فالمسيح عم بطوب، عم يقول هنيئاً، يا لسعادة، يا لبخت، يا لغبطة، يا لفرح، يا لبركة، يا لغنى الشخص الوديع. طبعاً بالمقارنة مع العالم يفتخروا بالقوة، بالعظمة، بالكبرياء، بالشهرة، بالصيت، لكن المسيح مدح نوعية من الناس، هذه نوعية متميزة فريدة من نوعها. لكن هذه النوعية التي اختبرت فداء المسيح، اللي اختبرت التغيير الحقيقي في حياتها،
فشيء طبيعي بتبتدي تتشبه بيسوع وبصفات يسوع اللي منها الوداعة، الحلم، اللطف، التواضع، اللي بتعكس كل هذه الجواهر الداخلية بتبتدي تظهر في حياة الإنسان. بصلي من كل قلبي إنه الروح القدس يعمل في داخلك، وتصلي إذا عندك هذا الطبع المتوحش إنه الله يهديك ويغير حياتك تغييراً جذرياً. الرب يباركك.